المسرح عالمه الأول والأخير، علاقته بالخشب باتت تشبه علاقة السمك بالماء. رغم باعه الطويل في صناعة المسرح، يحرص قبيل فتح الستارة على مراجعة كل التفاصيل. بيروت فوق الشجرة جديده مع الممثل زياد عيتاني. الموضوع الأساسي فعلا أنه هل فينا أن نحن نصنع مدينة؟ هل نحن فعلا قدرنا بتاريخنا كله حافظنا على بيروت كفكرة، فكرة التعدد، التنوع، الاعتراف بالآخر، علاقتها مع العالم العربي، مع الغرب، مع الاستعمار الفرنسي، الإنجليزي، التركي. بيروت يعني بمسرحية فوق الشجرة بتعالج هالموضوع عبر تاريخ يبدأ من حرب طروادة لهلأ. بس ما أنا بعرف إنه مفتاح قلب المرأة البكة، تبكى المرأة، بتحب تبكى. خدتها على السينما عم تحضروا فيلم، طلعت هيك فجأة لقيتها عم تبكى، معلش داريها، دمعتها غالية. بلسان فؤاد، الرجل البيروتي دون جوا زمانه المحب للنساء، تسرد المسرحية أبرز المعالم السياسية والاجتماعية التي مرت في تاريخ لبنان وبيروت. بيارتي من أولها اقتصاد، بيحبوا الاقتصاد، وبين البور وطريق الشام والتلتان ولدت بيروت. هيدي المسرحية بكل بساطة بتفرجي إنه فينا نتناول التاريخ، حقبات اللي مرقت على بيروت بكتير سلاسة، بكتير هدوء، بكتير ضحك. هاي الكرواسان قصتها إنه لما النمساويين ربحوا على تراك طيغيزون عملولن الهلال على شكل كرواسان هيك، أو صاروا ياكلوها بوشهم. طلع خلقوا أبا راح جايب شاط البابرون. نص مكثف بالمعطيات التاريخية، فيه سياسة وحب وضحك وغناء. شوفوا عنا كلنا رجال، ما طالع من قبرنا شيء، بألمانيا ميركل لحالها. بيروت فوق الشجرة تنعش الذاكرة، اسمها مستوحى من فيلم أبي فوق الشجرة الذي أنتج عام 1969، وهو العام الذي شهد أحداثا مفصلية في لبنان والمنطقة. أنا ست تركية نصلت خانو، كنت حفيدها الوحيد، وتحبني كتير، تطلعني وتغنشنا. يحيى جابر وزياد عيتاني شكلا ثنائيا ناجحا، فبعد مسرحية بيروت الطريق الجديدة التي حضرها 35,000 مشاهد، تنطلق هذه المسرحية بإقبال كبير على خشبة مسرح تياترو فيردان في بيروت. لبرنامج اليوم على الحرة، مصطفى عاصي، بيروت.